السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دوزيام اني كوليج، مرحبا بكم في درس جديد لي دووا ترماركابل دون ان تريونغل. هذه هي الحصه الاولى. ديجا قلت لكم غندخلوا لهذا الدرس وحنا داخلين المعركه، والمعركه كتطلب منا الاستعداد دي يكون مزيان، نكونوا مسلحين، جايبين معنا لاباز. انا غنعاونك ان شاء الله وغنذكرك، ولكن بزاف ديال التمارين. الاخوان قبل ما نبداو ما نساوش عاد رقم واحد في المغرب عاد بسم الله. التسجيل مازال مفتوح لحد هذا التاريخ هذا الى نهايه 15 يناير، غتسالي التسجيل فوج رقم 6. اذا ساروا الاخوان بالتسجيل، غتلقاو الواتساب لتحت باش تدخلوا مجموعه الواتساب، يكون عندكم حصص، يكون عندكم تواصل مع الاستاذ، تاخذوا لي سيرفيس في الدروس ديالكم وتستافدوا من البريباراسيون لي زيكزامان ديالكم. برنامج متكامل رقم واحد في المغرب بفضل الله عز وجل. قبل ما نبداو اخوتي، بغيتكم ديروا لي واحد الشيمه في عقلكم دابا. هاد الدرس اخوتي كيتقسم لجوج فقرات، هو في الحقيقه كيتقسم اربعه فقرات، انا غنقسمو على جوج. علاش؟ حيت غندير لكم واحد الشيمه ديجا راه قلتها التلاميذ ديال العرض غتنفعكم بزاف. هنا على يديكم اليمين غادي تحطوا لي المدياتريس، المدياتريس انا غنشرح لك هادشي كامل، والبيسيكتريس، وعلى يدك اليسر غتحط ليا الهوتور وغتحط ليا الميديان. الاخوان هاد الشيما ضروري ديروها، غتسهل عليكم. تقول لي استاذ علاش قلتي لي على يدي اليمين نحط الميدياتريس والبيسيكتريس حيت عندهم علاقه مع بعضياتهم، متفقين؟ وعلاش على يدي اليسار نحط الهوتور والميديان حيت عندهم علاقه مع بعضياتهم. هاد الشيما غتسهل عليك الدرس عقل، حيت دابا شنو تيوقع الدراري من بعد كيتلفوا ليهم، حيت حنا الدرس اخوتي سميتو لي دغوات غوماركابل، المستقيمات الهامه. كاين الربعه ديال المستقيمات عندهم علاقه بالمثلث، لي دغوات غوماركابل دو تريونغل. عندنا الميدياتريس وسط قطعه، وعندنا البيسيكتريس منصف الزاويه كتبها، وعندنا الهوتور الارتفاع، وعندنا الميديال متوسط. خوتي هادشي كامل غنشرحوه بالتمارين. هو احسن طريقه غنبداو بها الدرس ونفهموه بها الدرس من خلال لي زيكزيرسيس، التمارين. ركز معايا، دونك التمرين اللي قدامكم الشباب غيطلع لكم دابا. دونك قال لك اوبسيرفي لا فيغور. شنو عطاونا خوتي تما؟ عطاونا واحد تريونغل كيف ما كتشوفوا قدامكم، وعطاونا الى ركزتي مزيان عطاونا دو دغوات. كاينه دغوات سميتها دي ان، لاحظ هذيك دي ان راه بيربونديكولير على ابي، لاحظتي راه كاينه زاويه قائمه تما، متفقين؟ وكاينه واحد لا دغوات دي دو هابطه بحال هكا كيف ما كتشوفوا، عموديه على بي سي، لاحظتوا؟ وحاجه اخرى دي ان راه كدوز من النص د ابي، علاش؟ راه كاين الكوداج، الا لاحظتي مزيان راه كاين جوج شريطات، جوج شريطات مزيان، وحتى دي دو عموديه على بي سي وكاين الكوداج، كاين شريطه شريطه مزيان. نبداو الاسئله. السؤال الاول كو ريبريزونت لا دغوات دي ان بوغ لو سيغمون ا بي، شنو كتمثل ديك المستقيم دي ان بالنسبه للقطعه ا بي؟ الجواب اخوتي هو الميدياتريس واسط قطعه. وهنا غادي نضطر باش نعاود نذكرك بالميدياتريس. خوتي الميدياتريس هو واسط قطعه، عندي واحد القطعه سميتها ا بي وغنجي نرسم عليها الميدياتريس. اول حاجه غنذكركم بعد الرسم ديال الميدياتريس، كيف ما قلت لكم سيت اون دغوات، كيف ما كتشوفوا في الديفينيسيون سيت اون دغوات بيربونديكولير ا سو سيغمون اون سون ميليو، عموديه على القطعه في منتصفها. غنرسم واحد المستقيم اللي هو الميدياتريس، غيكون عمودي على القطعه في النص. كي تنديرو كنهز الكومبا ليبرا ديالي كنحطها على ليكستريميتي، هنا القلم اخوتي كنحاول نفوت شي شويه النص، ما نوصلش عند ا، نحاول نفوت شويه النص، متفقين؟ كنجي كندير قوس الاول بحال هكا، وكنجي ندير عاوتاني اخوتي القوس الثاني بحال هكا، بدون ما نغير الفتحه ديال البيكر، ما نغيرش ديك المسافه. ونجي اخوتي دابا للدوزيام بوان اللي هي ا، ونعاود ندير نفس القوس، ما نغيرش المسافه، وندير عاوتاني قوس واحد اخر. غتلاحظوا الشباب بان هذوك لي دو زارك غادي يعطيوكم واحد دو بوان. غناخذ المسطره ديالي وغنلاقي ما بين هذه النقيطه وما بين هذه النقيطه اللي هي ميدياتريس، وغتلاحظوا الشباب بان عموديه على القطعه وكتقسم لي القطعه على جوج، هذه هي الميدياتريس. كيف ما شفنا في التمرين الشباب لا دغوات دي ان، شوفوا معايا ليكزيرسيس راها عموديه خوتي على السيغمون ا بي، لاحظتوا مزيان؟ ثم خوتي كتقسم لي ا بي على جوج. اذا كو ريبريزونت لا دغوات دي ان؟ شنو هي دي ان؟ ميدياتريس، صافي بكل بساطه. اذا نقول كيفاش جيستيفيكاسيون هي هذه؟ نقولوا اون دي ان، اول حاجه D1 perpendiculaire à la AB, c'est la première chose. Et D1 mala, passe par le milieu de AB, que 12 minus de AB, comme on le voit dans le شكل قدامنا, que 12 minus de AB. Et donc, ce n'est pas D1,
دونك دي ان شناهي اي ميدياتريس واسط قطعه متفقين يا شباب ميدياتريس متفقين الى مشينا دابا للسؤال الثاني كوريبريزونت لا دروات دي دو بور لو سيغمون بي سي يمكن لك دابا تجاوب راسك بنفس الطريقه غتلاحظوا بان دي دو عموديه على بي سي وكتدوز من النص اذا شنو هي باينه ميدياتريس اذا نعاودوا نفس الجواب السؤال الثاني الاخوان اون ا دي دو بيربونديكول على بي سي اي دي دو باس بار لو ميليو دو بي سي دونك دي دو اي ميدياتريس دو بي سي هنا خوتي ملي كتبنا دي ان ميدياتريس نسينا ما نكتبو ميدياتريس ديالاش ديال سيغمون ا بي صافي الشباب اذا ميدياتريس في جوج الخصائص خصو يكون عمودي ويكون كيدوز من النص ديال القطعه نمشيو دابا الاخوان دوزيام كيسيون قال لك اون يوتيليزون هادوك جوج اللي درت لكم هذاك راه السؤال الاول كان بوتي ا بوتي بي صافي هذا هو السؤال الثاني اون يوتيليزون لا بروبريتي دو لا ميدياتريس مونتري كو او ا ايغال او بي ايغال او سي الشباب هنا عندنا واحد البروبريتي قينا العام اللي فات تيقول لك نقولها لك وعاد نشرحها لك ولا نشرحها لك هي الاولى ركز معايا دابا خوتي هنا عندي قطعه هنا عندي ميدياتريس فخبارك الا جيت حطيت واحد النقطه هنا سميتها كا كا كتنتمي للميدياتريس ياك كاينه في لا ميدياتريس مزيان فخبارك بان هذه المسافه من كا ا لكا بي راه متساويين اي هذه قاعده قاعده شي واحد تيقول لك استاذ مثلا عطيني شي مثال واحد اخر ها هي مثلا ناخذ شي نقطه مثلا هذه مثلا جي نسميها جي فخبارك بان لا ديستونس جي با تقدر قد لا ديستونس جي ا اي علاش حيت انا عندنا واحد البروبريتي كتقول لك تو لي بوين كي ابارتونون اللي كينتميو على ميدياتريس سون ايكوي ديستون دي زيكستريميتي دو سيغمون متساويين المسافه كيف ما كنشوفوا في القاعده قدامنا على الطرفي القطعه يعني من هنا لهنا كتساوي من هنا وتم من هنا لهنا كتساوي من هنا ولكن شي واحد مثلا عطيتيه هنا دابا الا درنا نقطه هنا ام حطيتيها واش دابا في نظرك المسافه ام بي غتساوي المسافه ام لا علاش حيت ام نابارتيان با على ميدياتريس ما كتنتميش الميدياتريس هذه الخاصيه اللي درنا العام اللي فات هي اللي غتساعدنا باش نجاوبوا على السؤال الا لاحظتوا الاخوان ديك النقطه او راه كتنتمي الميدياتريس دي ان والميدياتريس دي دو ركز معايا والميدياتريس دي ان راه ديال من ديال ا بي اذا او ا غتساوي ا بي اذا شنو غادي نكتب نقول كوم الاخوان كوم دي ان ميدياتريس ديالاش ديالاش ديال ا بي ديال سيغمون ا بي هذه رقم واحد اي قول لي يا ولدي واش او كتنتمي لدي ان ولا ما كتنتميش كتنتمي ها هي محطوطه في دي ان الشكل قدامك اذا شنو دونك زيد 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 المسافه من اولاش ال ا كتساوي المسافه من اول بي هذه اخوتي رقم واحد احنا وصلنا ليها متفقين دو ميم غنعاودو نفس الجواب دي دو هي ميدياتريس دو بي سي او او كتنتمي لبي سي اذا او بي كتساوي او سي معلم نكتبوها وان دو ميم دي دو ميدياتريس دو بي سي اي او ابارتيان ا دي دو دونك او بي كتساوي او سي هذه سمينا رقم جوج الا حليتي عينك في رقم واحد ورقم جوج شوف او بي مره كتساوي او ا و او بي مره كتساوي او سي اذا هما كاملين متساويين متفقين غنرجع غنقول دو او ا ايغال او بي ايغال او سي حيت او بي كتساويهم بجوج يعني تا او ا متساويه مع او سي ونكونوا هكا جاوبنا على السؤال بالنسبه للسؤال الموالي اخوتي قال لك لو بوان دي اون دي دوي كو السؤال رقم 3 نستنتج كيف ما كتشوفوا لو بوان او ابارتيان على ميدياتريس دو سيغمون ا سي الاخوان داك المثلث اللي قدامكم ا سي ما راسمينش ليها الميدياتريس كاع ما راسمين قال لك استنتج بان او غتكون محطوطه في الميدياتريس د ا سي واخا الميدياتريس ا سي كاع ما مرسوم هنا يا شباب عندنا واحد البروبريتي حتى هي شفناها العام اللي فات بروبريتي اخوتي اللي شفناها العام اللي فات كتقول لك تو بوين ايكوي ديستون دي زيكستريميتي دو سيغمون ابارتيان على ميدياتريس دو سي سيغمون جميع النقط غنعطيك مثال دابا غناخذ واحد القطعه مثلا سميتها ا سي بحال المثال اللي عندنا وتبع معايا مزيان غناخذ واحد النقطه هنايا سميتها ام ولكن ا كونديسيون هاد النقطه ام كتبعد ايكويديستون على اكستريميتي دو سيغمون كتبعد بنفس المسافه على الطرفي القطعه معنيتها هاد المسافه ام ا كتساوي المسافه ام سي
في خبارك الى جيت دابا رسمت الميدياتريس وهزيت البيركار ودرنا بحال قبيله طريقه رسم الميدياتريس في خبارك ان الميدياتريس غيدوز من ام يدوز من ام يعني شنو يدوز من ام يعني ام كتنتمي ليه فهمت يعني البروبريتي كتساعدني باش نبين واحد النقيطه كتنتمي للميدياتريس شنو هو الشرط استاذ باش تكون ديك النقيطه كتنتمي للميدياتريس خص ديك النقطه تكون كتبعد بنفس المسافه على الطرفي القطعه مادام ام ا كتساوي ام بي ام سي عفوا اذا ام كاينه في الميدياتريس ديال ا سي هذا هو السؤال هذا هو السؤال اللي عندنا قالك عافاك بين بان النقطه او كاينه في الميدياتريس ديال ا سي اذا شنو خص يكون خص تكون نقطه او كتبعد بنفس المسافه على ا سي فهمتي البلان نحيد انا هاد ام وندير او مثلا يعني الا كانت عندي او ا كتساوي ا سي اذا او محطوطه في الميدياتريس ديالاش ديال ا سي تو سامبلومون الاخوان هاد القضيه راه عندكم حيت راه ديجا اون دابري لا كيسيون بريسيدون راه ديجا عندنا او ا كتساوي او سي ديجا كنا قلنا او ا كتساوي او بي كتساوي او سي يعني او ا كتساوي او سي الوغ او ابارتيان à la médiatrice de segment AC et dans aucun cas la médiatrice de la قطعه AC. دابا الاخوان السؤال الاخير قال لك عاوتاني on déduire que les points A B C مالهم ساكن sont sur un même cercle يعني كينتميو نفس الدائره اوكي اش من دائره غير صبر dont on déterminera le centre et le rayon. ركز معايا قال لك سيدي بين لي بان هاد النقيطات هادو كينتميو لنفس الدائره معناتها الا دابا طلبت منك ترسم دائره وتمشي ترسمها زعما غتلقى النقطه او النقطه بي ونقطه سي محطوطه في الدائره بحال دابا رسم انا دائره بحال هكا غنلقى ا مثلا هنايا وغنلقى مثلا بي هنايا وغنلقى مثلا سي هنا كينتميو ليها متفقين غنلقى بحال هكا وراه هادشي اللي غيطرى ثم هاد الدائره ملي غنرسموها غنحددوا المركز ديالها والغيون ديالها الشعاع ديالها ولكن الاخوان حنا ما مطلوبش منا دابا نرسموها في السؤال 3 بي مطلوب منا فقط نقولوا بان فعلا راه هاد النقاط كينتميو للدائره بلا ما نرسموها حتى السؤال الاخر عاد نرسمو انا خوتي عندنا واحد البروبريتي كتقول لك تو لي ميدياتريس دو تخوا كوتي دان تريونجل سون كونكورونت كيف ما كنشوف البروبريتي قدامنا كيتقاطعوا فين اون ان بوين تيتقاطعوا في نقطه كي ابولي لو سونتر دو سيركل سيركونسكري جميع واسطات القطع ديال المثلث يتقاطعون في نقطة واحدة اللي كتسمى مركز الدائرة المحيطة بالمثلث الإخوان هاد المثلث شحال عنده من ميدياتريس عنده ثلاثة هذا هو الميدياتريس دي هذا هو دي دو الميدياتريس ديال الثالث كما رسمينه ولكن راه قلنا قبيله بانه كيدوز من او متفقين اذا شنو هي نقطة التقاطع ديال هاد الميدياتريس شنو هي هي او هي او نقطة التقاطع ديال الميدياتريس وهي مركز الدائرة المحيطة بمثلث يعني هنا هذا هو المركز يعني هذه الدائرة مادام هي محيطة بالمثلث يعني غدوز من أ وغدوز من بي وغدوز من سي يعني أن النقاط أ و بي و سي كينتميو ليها تبع معايا شوف كي غنديرو دابا الجواب في البرهانة إخوان تبع معايا شوف شنو كتبت On a D1 et D2 deux médiatrices des segments AB ou BC مستقيم D1 ميدياتريس AB ومستقيم D2 ميدياتريس BC déjà جابيناه A le point O appartient à la médiatrice de segment AC هاد النقطة أو كتنتمي للميدياتريس ديال القطعة AC شنو غنستنتج من هذا alors tous les médiatrices هادو اللي قلنا كاملين مالهم ساكن son concurrentes كيتقاطعوا في نقطة واحدة أو أن بوان كي اللي هي أو qui est appelé le centre de cercle circonscrit le centre de cercle sir bhalak circonscrit مركز دائره الاخوان circonscrit شفنا العام اللي فات المحيطه حنا غنرسموها المحيطه بالمثلث ابي سي دابا استاذ ملي قلت هذه الهضره واش كيعني بان النقاط كاينين في الدائره اه حيت مادام قلتي النقطه او هي مركز دائره سمع المحيطه بالمثلث ابي سي دونك لي بوين ا و بي و سي كينتميو للدائره دو اخوان دو لي بوين ا بي اي سي سور ان ميم سيركل في نفس الدائره دو سونتر شنو هو السونتر دو سونتر او شنو هما لي غايون اي دي غايون عندنا بزاف ديال لي غايون خوتي حنا غنرسموها عندنا او ا غتكون غايون او بي غايون او سي تاي غايون او ا او بي اي او سي دو كلو سو دي غايون متفقين وباش تزيد تفهم مزيان دابا السؤال الاخر قال لك تخاصي هاد لو سيركل اذا الاخوان غنحتاجو
الكومبا. دونك المركز الدائره هو او، غنحط لي بره ديالي على او، متفقين؟ وغنحط القلم ديالي على الغايو، سواء ا سواء ا الاخوان، سواء بي سواء سي اللي بغيتو، لان كلهم سون دي غايو. انا هذا غير خصكم الله يرضي عليكم ضروري الدائره كيف ما كتشوفوا. غادي ندوز لكم الاخوان من ا ومن بي ومن سي باش نقاده شويه هنا. لاحظوا غدوز من ا وغدوز من بي وغدوز من سي، وهذه هي لو سيركل. سير بحال هكا ودي سير كونسكري دو تريونغل ا بي سي. اذا نتمنى التمرين تكونوا استفدتوا منه الشباب. باش ما نطولش عليكم نكتفي بهذا القدر. ما نساوش بان الدرس قسمناه على جوج، على يدينا اليمين كاين المدياتريس والبيسيكتريس. اليوم شفنا المدياتريس، الحصه الجايه غنشوفوا البيسيكتريس بالشرح بالتمارين ديالو ان شاء الله. وثم غنشوفوا عاوتاني على يدينا اليسار الهوتور والميديان. سير معايا بهذا الشيما، ومثلا غنزيدو لي زيكزيرسيس ان شاء الله. بغيت تدخل بجموعه الواتساب، يكون عندك حصص تواصل مع استاذ، تاخذ لي سيرفيس سان بريباراسيون الامتحانات ديالك، زيد ضبط الامور مزيان، تبازا في المات. مرحبا بك في العرض رقم 1 في المغرب، عرض بسم الله تلقى الواتساب لتحت، صيفط كلمه بسم الله باش تلتحق بالفوز رقم 6 بواحد الثمن مناسب جدا. سالو فراسكم، السلام عليكم. انستغرام ما تنساوش تدخلوا عندي اخوتي، مرحبا بكم.